المظاهرات الشعبية السلمية التي تجري حاليا في أجزاء عدة من التراب الوطني المحرر، وبخاصة الاحتجاج الشعبي البطولي أمام الثغرة غير القانونية التي فتحها جيش الاحتلال المغربي في جدار الذلي والعار بمنطقة القرقرات، على أن كل مظاهر الاحتجاج والتظاهر هذه هي دليل واضح على أن صبر الشعب الصحراوي قد بدأ بالنفاذ بالفعل أمام هذا التقاعس المتكرر وغير المبرر للأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن. قرار مجلس الأمن الأخير لم يتضمن أي إشارة من أي نوع كان إلى الاحتجاج السلمي العفوي المشروع الذي يجري الآن لأكثر من أسبوع بمنطقة القرقرات، وهذا يمثل نكسة كبيرة لدولة الاحتلال المغربي، لأن العالم كله يعرف الآن بأن ما يجري هناك هو فعل احتجاج سلمي وعفوي يقوم به مدنيون صحراويون وبمطالب مشروعة من أجل التعبير عن رفضهم القوي لاستمرار الاحتلال المغربي ولتقاعس منظمة الأمم المتحدة عن الإيفاء بالوعود التي قطعتها.